احنا في اصعب فتره في العالم كله، في طبعا في ظل ظروف الكورونا. عايزينك تبشرينا كده، تدينا نظره تفاؤليه. السنه الجديده هنخلص امتى من الفيروس والكابوس اللي مالي حياتنا دلوقتي؟ طيب انا يعني عايزه اقول حاجه تكون مبشره، بس هو يعني لازم اقول الحقيقه زي ما انا متعوده دايما اقول للناس الحقيقه. فانا حتى يعني السنه اللي فاتت لما قلت للناس انه 2020 ممكن يكون فيها ظهور امراض، يمكن الناس اعتبرتني شويه متشائمه، لكن هو ده اللي حصل. فانا لازم اقول الحقيقه. فانا طبعا احنا عايزين الحقيقه طبعا بالظبط. فانا شايفه انه معلش يعني ممكن تبقى الدنيا مكمله شويه في موضوع الكورونا، هيفضل مكمل معانا شويه لغايه الصيف، يعني مكمله لغايه شهر 7 اتوقع. انه لغايه 20 يعني لغايه 20/7. طب ما كده السنه قربت تخلص بعد شهر 7. لا لسه فاضل 5 شهور حقيقة. يعني في مصيف ولا مفيش مصيف؟ يعني في ان شاء الله 7 ده حلو وقت مصيف جميل، ممكن اواخر 7 يبقى حلو. فبشوف انه يعني ممكن يبقى الموضوع بصراحه مكمل ده كده مطول معانا. مش بس كده، يعني هو السنه دي بتبدا بيوم جمعه، فبما ان السنه بتبدا بيوم جمعه احنا بنقول عليها انه طالعها فينوس. فلما بتكون السنه طالعها فينوس او كوكب الزهرة، بيكون ليها خصائص معينه. من ضمن الخصائص دي انه يكون في ظهور اوبئه تكون تخص الأمراض الجلدية، يعني ممكن تتسبب في يعني ممكن يظهر حاجة بتصيب حاجة جديدة غير الكورونا؟ ممكن. وارد يعني يظهر حاجة يكون بتصيب الجلد أو تكون بتصيب العظم والحنجرة. يعني ده يعني دي هم بصي دي ده في كتب القدماء مكتوب الكلام ده. ارجوكي في مفاجآت تانية ولا ايه؟ يعني احنا شايفين مفاجأة اكتر يعني كده هنصدم الناس. طبعا احنا بنتكلم في راس السنة يعني النهاردة طبعا اخر سنة 2020، احنا الناس كده هتخاف مننا. طبعا عايزك تقولي طبعا الحقيقة حلوة. ودي كلها يعني توقعات طبعا يعني وده على مستوى العالم. كل حاجة ده على مستوى العالم على مستوى العالم.